عشاق الصيد، كيف حالكم؟ اليوم رانا في عملية البحث عن أحشاش الطيور، هكذا نمتعكم معنا كيش ما نلقاو أحشاش الطيور هكذا في الأماكن هذه الأرض في الأرض، وكل وين نلقاوهم في الأشجار خصوصا طائر الشحرور. نجربو على بركة الله هكذا باش ما نغيبوش عليكم في الفيديوهات بزاف، على الاقل منين ذاك نبانو معاكم في الفيديوهات. كيف سمعوا كي تضرب هذه العميشة تصدر هذا الصوت، عرف بلي نقرب للعش تاعها. اليوم رانا 23/05/2024، 23/05/2024. شو احنا عندنا الحالة هنايا، مازال خضر الله يبارك ما شاء الله. شوفوا واش لقينا هنايا في الرمد، والله كما راكم تشوفوا هالك هذا الحجل هنايا جا بحث ودا تحميمه، باسكو هو الحجل هذا ولا طيور تحب الرماد بزاف باسكو ينقي لها كامل هذوك الحشرات اللي سقوا فيها هذاك البرغوث وكامل. هذا اكيد الحجلات كانوا هنا داروا تحميمه. زيدوا راه نحوسوا، ديك المره لقيت واحد الطائر هنايا والد في الارض يشتو يبني في العش تاعو، راح يضرب ليه جوله ونشوف اسكو كمل العش ولا بيض ولا ما بيضش. شوفوا واش لقيت، شوف هاد الوردة، شوفوا الله يبارك ما شاء الله. هذاك العش راه اللي هنا بعت هاوليك، ان شاء الله نلقاوها بيضت، اسكو عندي بزاف ما جيش ليها. بسم الله، او ما شاء الله الله يبارك. شوفوا ما شاء الله، راهو هذا فقست اليوم، الله اعلم فقست اليوم. هم كاينين ثلاث فراخ وكاين زوج حبات بيض، شوفوا هذا واش نديرو. المره الجايه باذن الله تعالى ندير لهم كاميرا هنايا صغيره ونشوفوا كيفاش توكلهم ونشوفوا كيفاش تطعمهم، هكذا هكذا يكون فيديو افضل. الله يبارك فيهم ما شاء الله، هم صغار راهم ثلاثة وزوج حبات بيض، يعني مازال ما فقسوش كامل. شوفوا ما شاء الله، ثلاث فراخ وزوج حبات بيض ما شاء الله. شوفوا هاي الدور، هاي الدور، هاي هاي اللي كنت تشوفوا فيها وراهي هالك، هاي راحت تشوفوا فيها وراهي هالك، فوق فوق الشجرة هذيك هاي طارت هالك. ما شاء الله، نزيدو نروحو نبحثو مع الواد من هناك كش ما نزيدو نلقاو. هذه خلوها من بعد كما ذكرت لكم ندير لها كاميرا هنا غير صغيره وشوفوا كيفاش تطعم ولادها كيفاش توكلهم كيفاش. هذا ندير لكم عليه فيديو وحده، يعني المره الجايه ان شاء الله ندير لكم عليه فيديو. شوفوا واش لقيت كذلك، هاليك فضالة الارنب اكرمكم الله، شوفوا فضالة الارنب اكرمكم الله. ها هاي جديدة خضرة هذه، شوفوا راهي طرع على هنا، أكيد كانت تاكل هنا في هذا الحشيش الأخضر هذا أكيد. إن شاء الله نخلوه يتكاثر، وحنا نحن خارج موسم الصيد، يعني ماناش في موسم الصيد، لابد أن نحافظ على الثروة البرية هذه، هذو الحيوانات البرية لازم نحافظ عليهم قدر المستطاع، خصوصا كيما الذئب الثعلب النمس هذو لازم نحافظوا عليهم اكثر فاكثر، لانهم هما اللي راح يديروا لنا التوازن البيئي هنا. وحنا نعرفوا باللي في الجزائر هنايا هذه الحيوانات المفترسه راهي قليله، ما عدا الذئب وهكذاك الضبع ما شكيتش، الذئب والثعلب. هذه غابه المرقو، ولا هنا نعيطوا للجحموم، رانا لقينا وحده ديجا
شوف الله يبارك وين راهي ولده، راهي مبيضه ما شاء الله، راهي عاله 4 بيضات. شوفوا ما شاء الله راهي على 4 بيضات، وشوفوا المكان اللي راهي ولده فيه، يعني في واحد شجرة تاع زيتون. نحاول قدر المستطاع ان ما باش ما نلمسوش الحبات تاع البيض، حتى هكذا الطائر يعني ما يبدلش العش تاعو يسمح في البيض هكذا. ما شاء الله ما شاء الله، شافوا ما شاء الله.